بكم. انا ماما علاء الدين فاضل، العمر ديالو 3 سنين. ولدي كيعاني من مشكل في القلب اللي تزاد، كدرت ليه واحد العمليه وهو عنده 6 شهور، دار سيركيلاج واحد لاباراي، ودابا عنده 3 سنين. قالوا لي ضروري خصو يحيد هذيك لاباراي وسدوا لي ويدير عمليه اخرى على الثقبات، عنده 2 ثقبات في القلب. وكنمشي للسبيطار وكيبقاو يعطوني مواعيد غير باش ندير لي التلفازه، كيبقاو يعطوني مواعيد ليا طويله بزاف من 2019، وانا كنجلسه لدابا 2022 وباقي الله درت ليه التلفازه ديال القلب، وعطاوني عاوتاني رونديفو، قالوا لي باقي. والتجأت لواحد الجمعيه، جمعيه مغرب انقاذ، اللي وراو عليا الناس، وانا التجأت ليها والحمد لله هما اللي غيوقفوا معايا ان شاء الله. والمحسنين الله يجازيهم بخير، يشوفوا من هاد الوليد الله يرحم الوالدين. والعمليه شويه هي غاليه شويه، حنا راه ما فحالناش وما استطعناش زعما هاد المبلغ، وانا على قد الحال وراجلي سوا على قد الحال. الله يجازيكم بخير، لما تشوفوا فهاد الوليد ديروا وليدكم.